قبل ما انهي معاك انكوشك كده في كام حاجه. ماشي. من وجهه نظرك السوشيال ميديا تاثيرها ايه على اللعيبه؟ لا دي مضيعه اللعيبه، مش تاثيرها ده مضيعه اللعيبه. والله كل اللعيبه مركزه دلوقتي في السوشيال ميديا، اي حد يجيب جول بيعمل صوره يعمل تيك توك. لا دي من الحاجات اسوء حاجه موجوده في الكوره السوشيال ميديا ديت. هل كنتوا بتكلموا لاعبتكم انه ابعد شويه عن السوشيال ميديا، وهل كانوا حد بيبقى في استجابه، ولا ما تقدرش تسيطر على اللعيبه في الحته دي؟ والله في، بص يا كابتن، في فترات من الفترات كنا بناخد التليفون من اللعيبه بتلموها يعني عشان قبل الماتشات، قبل الماتشات في معسكرات يعني في معسكرات وبعد كده يعني ايه لغينا الموضوع دوت. بس في الاخر انت يعني الموضوع بقى صعب. يعني موضوع السوشيال ميديا ده يا كابتن صعب قوي قوي، اللعيب بقى مركز ماسك التليفون 24 ساعه. فدي صعبه، مشكله كبيره وأنا جدا. وانا بعذرهم عيني، لان خلاص بقى كل الناس كده. انت بتمشي تركب مواصله تلاقي كل واحد ماسك في تليفونه، فالموضوع بقى انت صعب. انت عارف انا في بيتي بعمل ايه احيانا؟ بنبقى قاعدين مثلا 4 5، انا بلم التليفونات. لا بقول لهم دلوقتي الساعه كام مثلا؟ الساعه 8. من 8 ل 10 اللي هيمسك تليفونه هيطلع على الترابيزه 100 جنيه وهيسيب التليفون برضه، لان اصبح فيه تلقائي انت من غير ما تحس بتشد التليفون. انا الحمد لله بعيد عن السوشيال ميديا تماما يعني، لكن بحط شرط اللي كذا هيدفع 200 جنيه على الترابيزه. ففي مره لميت بتاع 1200 جنيه، لان هما ما بياخدوش بالهم يا عيني، هما من غير ما قلت لهم الا اللي تليفونه يرن يرد. انت ما اقدرش اقول لك فيها حاجه، لكن غير كده بقى كده يعني. انا كنت كابتن في البيت لما كنت اخد يوم اجازه، فكنت اخلي الاولاد كله يعني عشان ببقى فتره طويله في مسافر، فارجع كنت اخد منهم تليفونات عشان تليفونات. يقعدوا معايا يتكلموا طب حصل ايه، عملت ايه في المدرسه. بالظبط بس دلوقتي طيب. لا